يبحر المصلي في فضاء ملكوت السماوات السبع، ويستمر بالإبحار حتى يثني على الله ويسلم. فالتشهد والتسليم خاتمة الصلاة وآخر ما يخرج به المؤمن من خير الأعمال وأحسنها. ولما كان التشهد والتسليم من أركان الصلاة، وجب أن يعرفها المؤمن ويستبين معانيها. فما هو معنى التشهد الحقيقي؟ وما هي أسراره؟ وما هو معنى التسليم؟ سنجيب على هذه الأسئلة في محطتنا لهذا اليوم. التشهد هو ثناء على الله عز وجل، ويشهد فيه المصلي أن لا إله إلا الله وأن محمداً صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله هو الذي يستحق أن يكون عبداً لله. فمقام العبودية الحقة لا ينالها إلا ذو إخلاص عظيم، وقد بيّن يماني آل محمد عليه السلام هذا الاستحقاق فقال: فالعبادة الحقيقية هي عبادة الكنه والحقيقة، ولا يعرفها في أعلى درجاتها إلا محمد صلى الله عليه وآله الذي فاز بالسباق واستحق أن يشهد له جميع الخلق بأنه عبده. فالخلق يدين لمحمد صلى الله عليه وآله في معرفة العبادة على حقيقتها، كيف لا وهو من أخلص لله بكل جوارحه وعبد الله من حيث يحب هو سبحانه وتعالى. فاصطفاه الله من الخلق ورزقه التسديد الإلهي، ومن هنا فإن الصلاة لا تختم ولا تقبل من غير تلك الشهادة والإقرار بعبودية محمد، فيقول المصلي: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وإن لطريقة جلوس المصلي ومثوله بين يدي الله في التشهد والتسليم حكمة وعبرة. فالمصلي يجلس ويقيم رجله اليمنى على اليسرى في أثناء التشهد، فما سر ذلك؟ يبين يماني آل محمد عليه السلام قائلاً: وأمت كان شعار المسلمين في بدر يعرفون به بعضهم، والأمت تعني الارتفاع والانخفاض. قال تعالى: لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا، والمراد منها في الشعار تسوية الارتفاع بالانخفاض واستقامة الطريق بموت الباطل وإقامة الحق. وأمت دعاء إلى الله بإماتة الباطل وإقامة الحق، وتحريض للمؤمنين لإماتة الباطل وإقامة الحق. وفي جلوس الصلاة بعد السجود تقيم رجلك اليمين على اليسار، ومعنى هذا الجلوس: اللهم أقم الحق وأمت الباطل. وقد ذكر الإمام الصادق عليه السلام أيضا معنى التشهد، حيث قال: التشهد ثناء على الله، فكن عبدا له في السر خاشعا خاضعا له في الفعل، كما أنك له بالقول والدعوة، وصل صدق لسانك بصفاء صدق سرك، فإنه خلقك عبدا وأمرك أن تعبده بقلبك ولسانك وجوارحك، وأن تحقق عبوديتك له بربوبيته لك، وتعلم نواصي الخلق بيده، فليس لهم نفس ولا لحظة إلا بقدرته ومشيته، وهم عاجزون عن إتيان أقل شيء في مملكته بإذنه وإرادته. قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فكن لله عبدا ذاكرا بالقول والدعوة، وصل صدق لسانك بصفاء سرك، فإنه خلقك فعز وجل أن تكون إرادة ومشيئة لأحد إلا بسابق إرادته ومشيئته. فاستعمل العبودية في الرضا بحكمته، وبالعبادة أداء أوامره. وقد أمرك بالصلاة على حبيبه النبي محمد صلى الله عليه وآله، فوصل صلاته بصلاته، وطاعته بطاعته، وشهادته بشهادته. وانظر لا يفوتك بركات معرفة حرمته فتحرم عن فائدة صلاته. وأمره بالاستغفار لك والشفاعة فيك، أتيت بالواجب في الأمر
والنهي والسنن والآداب، وتعلم جليل مرتبته عند الله عز وجل. وهكذا فإن تبيان آل محمد يترجم لنا العبادة الحقيقية أروع ترجمة. فالعبادة الحقيقية هي التي بالقلب واللسان والجوارح، فالخلق لا حول لهم ولا قوة إلا بمشيئة وقدرة الله عز وجل. وهذا هو سر الثناء على الله في التشهد. وللتسليم أيضا أسرار عظيمة يكشفها لنا آل بيت العصمة وموضع الرسالة. فالتسليم هو تحليل الصلاة. وقد سئل الإمام الرضا عليه السلام عن سبب كون التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدله تكبيرا أو تسبيحا، فأجاب عليه السلام: لأنه لما كان في الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق، كانت تحليلها كلام المخلوقين والانتقال عنها وابتداء المخلوقين بالكلام إنما هو بالتسليم. ولهذا الركن من الصلاة معنى يتجلى فيه أسرار الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، حيث بيّن الإمام الصادق عليه السلام معنى التسليم قائلاً: معنى التسليم في دبر كل صلاة معنى الأمان، أي من أتى بأمر الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله خاضعاً خاشعاً فيه، فله الأمان من بلاء الدنيا والبراءة من عذاب الآخرة. والسلام اسم من أسماء الله تعالى أودعه خلقه ليستعملوا معناه في المعاملات والأمانات والإلصاقات وتصديق مصاحبتهم ومجالستهم فيما بينهم وصحة معاشرتهم. فإن أردت أن تضع السلام موضعه وتؤدي معناه فاتق الله تعالى وليسلم دينك وقلبك وعقلك، لا تدنسها بظلم المعاصي، ولتسلم منك حفظتك تبرمهم ولا تملهم وتوحشهم منك بسوء معاملتك معهم، ثم مع صديقك، ثم مع عدوك. فإن لم يسلم منه من هو أقرب إليه فالأبعد أولى. ومن لا يضع السلام مواضعه هذا فلا سلام ولا تسليم، وكان كاذبا في سلامه وإن أفشاه في الخلق. واعلم أن الخلق بين فتن ومحن في الدنيا، أما مبتلى بالنعمة ليظهر شكره، وأما مبتلى بالشدة ليظهر صبره، والكرامة في طاعته والهوان في معصيته، ولا سبيل إلى رضوانه ورحمته إلا بفضله، ولا وسيلة إلى طاعته إلا بتوفيقه، ولا شفيع إليه إلا بإذنه ورحمته. فسبحان الله، كيف تكون هذه الأركان القدسية صناديقاً محملة بالأسرار لا يعرفها إلا من هم أخلصوا لله بكل جوارحهم فاستطاعوا فتح هذه الصناديق. فالحمد لله الذي جعل لكل جزء من أجزاء هذا العروج الملكوتي فوائداً تكون سبباً لتوفيق العبد، والحمد لله رب العالمين.